لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فصل تابع في الذب عن فضائل أبي بكر في الغار وتزييف شبه الرافض، يقول: أما قول الرافضي أن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك معه المؤمنين إلا في هذا الموضع ولا نقص أعظم منه، ثم أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين إلا في هذا الموضع، قال: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فالجواب أولا أن هذا يوهم أنه ذكر ذلك في مواضع متعددة، وليس كذلك، بل لم يذكر ذلك إلا في قصة حنين، كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، فذكر إنزال السكينة على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعد أن ذكر توليتهم مدبرين. وقد ذكر إنزال السكينة على المؤمنين وليس معهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان، وإلى قوله: وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. قال عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وعلا. ده موضع فات على شيخ الإسلام، إنه في موضعين: موضع سورة البراءة وسورة الفتح. ويقال ثانيا: الناس قد تنازعوا في عود الضمير في قوله: فأنزل الله سكينته عليه، فمنهم من قال إنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه عائد إلى أبي بكر لأنه أقرب المذكورين ولأنه كان محتاجا إلى إنزال السكينة. يعني عايز أقول القول ده إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه في قلبه السكينة، ولكن كان خايف وحزين من أبو بكر، فلما قال له رسول الله: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، على أبي بكر يعني. والصحيح أنها على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الآية بعدها إيه؟ وأيده بجنود لم تروها، ما تستقيمش على أنها إيه تأييد أبي بكر، وإنما التأييد هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى الضمير المتكرر أولى بأن يكون يعود إلى واحد، وإن كان مستعملا أن يعود الضمير إلى يعني مذكور ثم يكرر الضمير ويقصد غيره. لا مش ده، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ده للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة واصيل. تسبح مين؟ الله عز وجل. التعزير والتقوية تكون للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أقصد أن هذا وارد يعني.
ولكن لاستحالة أن يقال وتسبحوه أي الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا إيه ذلك، أن ده موجود في اللغة العربية، يعني عايز دليل عشان نقول به. شكاوي إحنا الراجح إن هو أنزل الله سكينته على رسوله، فأنزل الله سكينته عليه في سورة براءة، الصحيح فيها أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سكن أبا بكر، وأن أبا بكر سكن بسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنه كان محتاجا، أبو بكر كان محتاجا إلى إنزال السكينة، فأنزل السكينة عليه كما أنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مستغنيا عنها في هذه الحال لكمال طمأنينته، بخلاف إنزالها يوم حنين، فإنه كان محتاجا إليها لانهزام جمهور أصحابه وإقبال العدو نحوه وسوقه ببغلته العدو. وعلى القول الأول يكون الضمير عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما عاد الضمير إليه في قوله وأيده بجنود لم تروها. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل وأيده بجنود لم تروها، دي اللي هي إلا تنصروه فقد نصره الله. يقول ولأن سياق الكلام كان في ذكره، هي إلا تنصروه فقد نصره، قد نصره الله، إذ هما في الغار إذ يقول هو لصاحبه. كل الضمائر دي عايزة لمين؟ الأخيرة كذلك. يقول وإنما ذكر صاحبه ضمنا وتبعا، لكن يقال على هذا لما قال لصاحبه إن الله معنا والنبي صلى الله عليه وسلم هو المتبوع المطاع وأبو بكر تابع مطيع وهو صاحبه والله معهما، فإذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد كان ذلك للتابع أيضا بحكم الحال. أنا عايز أقول إن هذا ليس نقصا، بل إنما سكن أبو بكر لأنه صاحب الرسول، والرسول نزلت عليه السكينة، فكانت سكينة أبي بكر رضي الله عنه بسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فإنه صاحب تابع لازم، ولم يحتج أن يذكر ها هنا أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبة التي توجب مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في التأييد. أو يقال أن السكينة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا نظير لها، لأنه النبي والرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نال أبو بكر منها بقدر صحبته وهو أكثر الأصحاب قربا، لذلك نال بسبب صحبته من السكينة ما جعله الله عز وجل نال يعني مما جعله الله للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فصل في دحض شبهة الرافضي في أن الأتقى غير أبي بكر. يقول قال الرافضي أما قوله سيجنبها الأتقى، فإن المراد به أبو الدحداح، حيث اشترى نخلة لشخص لأجل جاره، وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب النخلة نخلة في الجنة، فسمع أبو الدحداح فاشتراها ببستان له ووهبها الجار.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له بستانا عوضها في الجنة. والجواب أن يقال لا يجوز أن تكون هذه الآية مختصة بأبي الدحداح دون أبي بكر باتفاق أهل العلم بالقرآن وتفسيره وأسباب نزوله، وذلك أن هذه السورة مكية باتفاق العلماء، وقصة أبي الدحداح وقعت في كانت بالمدينة باتفاق العلماء، فإنه من الأنصار، والأنصار إنما صحبوه بالمدينة، ولم تكن البساتين وهي الحدائق التي تسمى بالحيطان، عندكم تسمى برضو؟ تسمى يعني بستان يسمى، حديقة تسمى حائط، حائط يعني ايه؟ عشان حاجة عليها ايه؟ عليها حائط، عليها سور. يقولوا ولم تكن البساتين في مكة، طبعا ما فيش هذا النوع، البساتين التي عليها حوائط التي تسمى بالحيطان لم تكن إلا بالمدينة. فمن الممتنع أن تكون الآية لم تنزل إلا بعد قصة أبي الدحداح، بل إن كان قد قال بعض العلماء إنها نزلت فيه فمعناه أنه ممن دخل في الآية وممن شمله حكمها وعمومها، هي الآية أصلا عامة، سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ده اسم جنس الأتقى الذي هذه صفاته، كل من يكون كذلك فهو إيه؟ فهو الأتقى الذي له الجنة الذي سيجنب النار. طب يبقى اللي قالوا إنها نزلت في أبي الدحداح قصدهم أن قول أبي الدحداح، أن فعل أبي الدحداح مشمول بعموم الآية. يقول معناه أنه ممن دخل في الآية وممن شمله حكمها وعمومها، فإنه كثيرا ما يقول بعض الصحابة والتابعين نزلت هذه الآية بكذا، نزلت هذه الآية في كذا، ويكون المراد بذلك أنها دلت على هذا الحكم وتناولته وأريد بها هذا الحكم، زي ما يقول قوله عز وجل وهم يجرون على وجوههم في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، نزلت في القدرية. وكانش لسه في قدرية ونجوم بعد كده، فهذا نزل لما قالوا نزلت فيهم، يعني يشملهم حكمها. ومنهم من يقول بل قد تنزل الآية مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، يعني بقى معناها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوحي اليه في المرة الثانية ان يقرأ الآية وليعلمه انها شاملة لهذه الواقعة الجديدة. فعلى قول هؤلاء يمكن أنها نزلت مرة ثانية في قصة أبي الدحداح، وإلا فلا خلاف بين أهل العلم أنها نزلت بمكة قبل أن يسلم أبو الدحداح وقبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت في قصة أبي بكر، فذكر ابن جرير في تفسيره بإسناده عن عبد الله بن الزبير وغيره أنها نزلت في أبي بكر، وكذلك ذكره ابن أبي حاتم والثعلبي أنها نزلت في أبي بكر عن عبد الله وعن سعيد بن المسيب. ويدل على أنها نزلت في أبي بكر وجوه:
أحدها أنه قال وسيجنبه الأتقى، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا بد أن يكون أتقى الأمة داخلا في هذه الآية، وهو أكرمهم عند الله. ولم يقل أحد أن أبا الدحداح ونحوه أفضل وأكرم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من المهاجرين. الوجه الثاني أنه إذا كان الأتقى هو الذي يؤتي ما له يتزكى، وأكرم الخلق أتقاهم، كان هذا أفضل الناس. والقولان المشهوران في هذه الآية قول أهل السنة أن أفضل الخلق أبو بكر، وقول الشيعة علي، فلم يجز أن يكون الأعمى الأتقى، فلم يجز أن يكون الأتقى الذي هو أكرم الخلق على الله واحدا غيرهما، لأن ده الأتقى على الإطلاق. يا إما تقولوا أبو بكر، يا إما تقولوا إيه؟ علي. يا إما تقولوا آية عامة زي ما أهل السنة بإيه؟ بيقولوا هي نزلت في أبو بكر، ولكن عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الوجه الثاني بيقول دلوقتي الأتقى ده لصيغة المبالغة، الأتقى من غيره. إحنا بنقول أبو بكر، وأنتوا بتقولوا إيه؟ علي. يبقى ما ينفعش يكون أبو الدحداح إذا كان هو شخصا إيه؟ يعني إذا كانت الآية نزلت في واحد معين هيبقى ده يا ده، لأن ده الأعلى تقوى. أنتوا بتقولوا علي وإحنا بنقول إيه؟ أبو بكر، وما ينفعش يبقى حد تاني. فأنتوا على كلامكم يبقى الآية ما تنفعش إلا تكون في أبي بكر. والصحيح أصلا إن الآية ليست إيه؟ ليست خاصة، بل الآية عامة. ايوه كده صح، ان هما بيلزموا ان مش ابو بكر ده فين، ده في ابو الدحداح. فهنقول لهم لا، ده هي نزلت في ابو بكر وشملت الايه؟ ابو الدحداح. لو بقى شرحنا نقول زي ما قال قول الله تبارك وتعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم، لو كان مسجد قباء فالمسجد النبوي اولى. انا لا، ده هو ابن القيم بيقول كده، ابن تيميه بيقول كده، بيقول ان مش خاصه بعبد الدحداح، لا يجوز ان تكون خاصه به، لانك لو بتقولوا بالخصوص يبقى الاتقى يعني الاكثر تقوى. انتوا بتقولوا حاجه واحنا بنقول حاجه، وابو الدحداح مش منه، يبقى الايه ليست ايه؟ خاصه. قال وليس منهما واحد يدخل في الأتقى، لأنه لا أنتوا بتقولوا كده وإحنا بنقول كده. وإذا ثبت أنه لا بد من دخول أحدهما في الأتقى، وجب أن يكون أبا بكر داخلا في الآية، ويكون أولى بذلك من علي لأسباب. أحدها أنه قال الذي يؤتي ماله يتزكى، وقد ثبت في النقل المتواتر في الصحاح وغيرها أن أبا بكر أنفق ماله، وأنه مقدم في ذلك على جميع الصحابة. وأما علي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمونه لما أخذه من أبي طالب لمجاعة حصلت بمكة. يعني مجاعة حصلت فأبو طالب عطائه علي للرسول صلى الله عليه وسلم يربيه، ووزع أولاده اللي بيحتاجوا إلى تربية. يقول وهذا يقول وما زال علي فقيرا حتى تزوج بفاطمة وهو فقير، وهذا مشهور معروف في السنة.
معروف عند أهل السنة والشيعة، وكان في عيال أي في عيال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مال ينفقه، لم يكن له مال لم يكن له ما ينفقه، ولو كان له مال لا أنفقه، يعني هو مش عارف يتوجه البخل، لكنه كان منفقا، كان منفقا عليه لا منفقا. السبب الثاني قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وهذه لأبي بكر دون علي، لأن أبا بكر كان للنبي صلى الله عليه وسلم عنده نعمة الإيمان أن هداه الله عز وجل به، وتلك النعمة لا يجزى بها الخلق، لا يجزي بها الخلق، تلك النعمة لا يجزي بها الخلق، لا يستطيعون، الله الذي يجزي بها، بل أجر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها على الله تعالى، كما قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقال قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. وأما النعمة التي يجزى بها الخلق فهي نعمة الدنيا، وأبو بكر لم تكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمة عنده نعمة الدنيا، لم يكن عنده وأبو بكر لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم عنده نعمة الدنيا بل نعمة دين، بخلاف علي فإنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم عنده نعمة دنيا ويمكن أن تجزى، ويمكن أن تجزى. الثالث أن الصديق لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب يواليه لأجله ويخرج ماله إلا الإيمان، ولم ينصره كما نصره أبو طالب لأجل القرابة، وكان عمله كاملا في إخلاصه لله تعالى، كما قال تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.